وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. المصيبة هذه الجريمة هذه النكرة وزعم الصراحة الله طنجة كاملة تعطفت مع هذه الولدة هذا وحتى أنا كما كنت قلت في الصفحة ديالي في فيسبوك بأنني غادي نعمل الجهد ديالي باش نساعد الأسرة ديالو باش تلقى الطفل هذا ولكن للأسف تفاجأنا بهذه الجريمة النكرة وكيف حال اللي تصرحوا لنا رجال الشرطة هذه الولدة هذا مسكين جبروه يعني ماشي غير عملوا فيها الجريمة وصافي قطعوه وتكرفسوا عليه وسيبوه هنايا نقول هذه الجريمة هذه خصو الحقيقة هذا المجرم هذا خصو الإعدام بصراحة هي هذه طبق فيها الإعدام لأن الطفل بريء كما هو معروف في الحي هنايا كل شيء كيبغاه كل شيء عنده عزيز حسب الناس اللي كانوا كيقولوا لنا مسكين كان كيمشي يصلي علاش هذه الجريمة هذه شنو الدم هذه العائلة هذا أنه واش البشر وصلت في هذه الحيوانية لهذه الدرجة هذه أنه يشبر الطفل الصغير بزاف ماشي ويتكرفس عليه بهذا الوحش.